السلام عليكم غزالتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي مغربية في أبو ظبي. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله عندنا ليلة القدر في دولة الإمارات. هذه ليلة عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، ألوغ نحاولوا نتقربوا فيها من الله سبحانه وتعالى ونصليو صلاتنا ونأكثروا من الدعاء، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يرفع علينا وعليكم شر هذا البلاء وهذا المرض على جميع المسلمين وفي جميع الدول يا ربي، واللي مريض الله يشافيه، واللي توفى الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات يا ربي. اليوم ان شاء الله البنات الفيديو ديال اليوم غادي يكون شويه مختلف، غادي نهضر لكم على واحد الكريم اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه في فيديوهاتي السابقه، الوغ فيديوهاتي القدام، الوغ ما يمكنش انسان يرجع ليهم سال من الناس سنه ولا 9 شهور ولا 8 شهور. هذاك الفيديو، هذا الفيديو هضرت فيه على واحد الكريمه البنات غزال 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 بزاف، كريم ما كنستغناوش عليها البنات انا وماشي غير انا، نص البنات اللي عايشين في الخليج واللي عايشين في اوروبا تيستعملوه، هو عنده استعمالات اللي هي عديده بزاف، وانا غادي نحاول نعطيكم واحد الاستعمالات منه. وكنظن بانه هذا الكريم موجود في المغرب، كنظن كاين في الشمال، لانه كنت شفت واحد الروبورتاج في واحد الاذاعه داروا عند صحاب المكياج وداكشي في الشمال، وكيبان لي عندهم هذا الكريم صراحه غزال غزال بزاف. هذا الكريم البنات اول ما دخلته البيت ديالي دخلته على اساس من الحوايج اللي كنت شريت لولدي اثناء الولاده، يعني كان كريم للحفاضه شريته ليه في الوقت اللي كانت عندي فتره الولاده غادي نمشي نولد خديته، وشفت البنات بزاف تيشكروه صراحه تيشكروه بواحد الطريقه اللي هي زعما جميله بزاف، وفريمون جربته. ما نطولش عليكم غنوريكم شنو سميت هذا الكريم. الكريم اللي تنهضر عليه البنات هو هذا سودو كريم، انا نقرب لكم مع الكاميرا تكون السميه يمكن مقلوبه على ما اظن. المهم سميتو سودو كريم حيت كنصور بهذاك الكاميرا الاماميه باش نعرف نقاد البوزيشن ديالي. المهم البنات هو هذا الكريم اللي تنهضر لكم عليه، هذا البنات معروف بكريم للاطفال احسن صافي طاح ليا للاطفال الصغار للحفاضه. هذا البنات ما تيخليش طياب للدري الصغير ابدا، عن تجربه من تنديروا ولدي عمر شي نهار ولدي تشكى من الحبوب ولا فيه حميره ولا حتى شي حاجه، وماشي غير انا حتى الاخت ديالي كنت جبتو ليها اول مره جرباته ودابا ما كتستغناش عليه، يعني كنجيبو ليها انا وكيجيبو لها كذلك العم يعني اخو الزوج ديال اختي كيجيبو لها توا من لاميريك، كاين في امريكا زوين. اول حاجه كنردو ليها البال ملي كنشدوه هو كنلقاو مكتوب فيه بانه خالي من الكورتيزون، يعني ما فيش حتى شي حاجه ديال الكورتيزون او خالي من الكورتيزون ومشتقاته بحد ذاتها، هذه شي حاجه اللي هي زوينه يعني ديريها وانت متخافي حتى شي حاجه على ولدك او بنتك. بالنسبه للبنات كاينين بزاف ديال الاستعمالات لهذا الكريم، ما كاينش غير الحفاضه، بالنسبه للاطفال شي حاجه طوب، يعني اللي عنده شي حد في برا يمكن يجيبوا ليها علاش لا. وان شاء الله انا مع الوقت من تفكوا هاد المشاكل ان شاء الله والحمد لله تفك على الحجر ونقدروا نسافروا، نقدر ندير لكم ان شاء الله الكاميرا كتمشي نقدر ندير لكم ان شاء الله مسابقه ويكون من بين المنتوجات اللي غتربحوا في المسابقه عندي غادي يكون منهم هذا الكريم تا هو سودو كريم. الوغ البنات شنو هو الاستعمالات الاولى ديالو؟ اول استعمال ديال هذا الكريم البنات هو البنات اللي عندهم مشكل ديال حب شباب، يعني اما عندها مشكل ديال حب شباب، اما جاء عندها حبه ديال الدوره الشهريه، او كذلك عندها مشكل ديال الحبوب كينوض ليها من الكلات شي حاجه كتاخذ الكريم. ها هو الكريم البنات راه تيكون كريمي بزاف، كتاخذ شويه من نقطه من الكريم بحال هكا على حساب الحبوبه وتحطها على الحبوبه وتبات بها ليله كامله، وبالليل وفي الصباح تغسل وجه ديالها ودير سان بلوك او كما تنقولوا حنايا اكرون سولير وتخرج. الى تبعتها البنات راه زوينه للحبوب، هذه كمرحله اولى او كما كنقولوا حتى كفكره اولى. بالنسبه ثاني استعمال اللي كنت كنديرها البنات كنديروا رجليه، يعني راك عارفين دابا في الدار ملي تنشقاو وكنوقفوا بزاف ولا تلبسوا السناطل كتحسي برجلك ولات شويه حرشه، الوغ كنديروا رجليه بالليل، يعني كندهنوا الرجليه كامل وتلبس تقاشر وتنعس به. صراحه البنات راه زوين مع الاستعمال مع المداومه راه زوين بزاف رجلينا البنات. ثالث حاجه هنا مكتوبه فيه كريم مضاد التهاب الحفاضات والاكزيما البنات، انا عن تجربه واحد السيده استعملته على الاكزيما كانت عندها في رجليها في ليله وحده حسات بالفرق،
البنات انا ما كنديرش اشهار للمنتوج، ولكن تنهضر لكم على شي حاجه انا استعملتها وشي حاجه انا متيقنه منها دارته على الاكزيما. بالنسبه لهذا الكريمه البنات تيصلح للاكزيما، ومكون ما كانش كيصلح ليها ما غاديش يتكتب. الوغ البنات اللي عندهم مشكل ديال الاكزيما سواء بين السبعان سواء في رجليهم تيحاولوا يديروا شويه من هذا الكريم، لانه ما البنات هو كريمي كريمي بزاف. يعني انا نوريكم كيفاش القوام ديالو، تيكون كريمي انتما يعني غير شويه منه، يعني غير شويه منه نحاولوا ما نكثروش. كما قلت لكم البنات كيصلح الحب شباب اللي عنده شي حبه تحطوا عليها، البنات اللي عندهم مشكل ديال الاكزيما في يديهم ولا في رجليهم، الحفاضات وكذلك تشقق القدمين، يعني الرطوبيه هكا ويحاول شويه يهدئ لك هذوك التشققات ديال القدمين. بالنسبه للتبييض انا لحد الان باقي ما قريت حتى شي حاجه اللي كتقول بانه هذا الكريم بانه فيه زعما هو فيه مرطب قوي، ولكن بالنسبه التبييض نقدر نقول لكم ماشي مبيض ولكن تيفتح البشره الداكنه. يعني البنات اللي عندهم مشكل ديال البشره داكنه في الركابي في الرجلين بين الفخذين يمكن ياخذوا هاد شويه من الكريم ويخلطوه مع شويه من زيت جنين القمح وزيت اللوز المر. يعني تاخذ معلقه كبيره ولا جوج معالق في شي حك ولا شي قاعه ديال الدجاج تكون معقمه، ودير فيها جوج المعالق من سودو كريم وجوج المعالق من زيت جنين القمح وجوج المعالق من زيت اللوز المر، وتخلطهم حتى كتحس على كريمه بالزيوت، وتحاول كل ليله تدهن بهم المناطق الداكنه ديالتها اللي عندها سواء هنايا سواء في رجليها سواء في الكوع سواء بين الفخذين سواء تحت الابطين، وتبات بهم ليله كامله، وفي الصباح تنظف هذيك البلاصه بالصابون وتبقى غاده عليها وان شاء الله غادي يبان ليها الفرق. صراحه انا كنت كندير واحد التجربه وصراحه لقيت عليه راحتي في الفتره اللي ديال مورا الولاده. كتعرفوا بانه بارفو كيجيك الكلف ماشي غير في الوجه، يعني يقدر يجيك في الكرش يقدر يجيك في الظهر يقدر يجيك في اي بين الفخذين، يعني الكلف ما عندوش بلاصه محدده. انا صراحه من الولاده فين كنت فيما تندير فيما تندوش من ولدت كنت كندهن من الكريم في البلاصه اللي كان عندي فيها المشكل ديال الكلف، وصراحه ما بقاش فيا ابدا. يعني كندوي لكم البنات على تجربتي الخاصه ماشي كما تنقولوا غير داويه، ما بقاش فيا صراحه يعني في ظرف شهر شهرين بحال ما عمر يعني بحال ما ولدتش، يعني ما فياش الكلف غير هو تندهن به بزيت جنين القمح وزيت اللوز المر، يعني بين الفخذين الركبه تحت الابطين، وغادي يبان لكم هذيك البلاصه بدات كتنصاع او داك البلاصه بدات كتفتح، يعني كتحسي بها ما بقاتش لونها غامق. الوغ البنات حتى هاد القضيه تصلح ليها وزوينه زوينه بزاف. بالنسبه للاستعمال اخر اللي غادي ننصحكم به البنات بالنسبه للوجه اللي عندها بشرتها جافه، كنعاود نسينيالي هاد الكريم دهني او كريمي بزاف، يعني ما يصلحش للبشره الدهنيه. اللي عندها بشرتها دهنيه تقدر يسبب ليها يعني يزيد يدير لها افرازات ديال الدهون اكثر. الوغ البنات اللي عندهم بشره جافه كتعاني من هكا البشره جافه من القشور بزاف ديال الحوايج، يمكن لها تاخذ زيت هكا بحال هاد النقيطه اللي درت هنا في يديها وتخلط معها نقيطه من زيت جنين القمح او زيت الجوجوبا. البنات اللي عندهم مشكل ديال الحبوب باغيين يرطبوا حتى زيت الجوجوبا غزاله بزاف، يخلطوهم مع هاد شويه سودو كريم وديروا الوجه ديالها بالليل، وفي الصباح تغسل وجهها بالصابون اللي مناسب البشره ديال الوجه ديالها، ومن بعد دير الكريم. اذا كانت جالسه في الدار دير غير كريم ايدغاتونت، ولا كانت خارجه دير ليكرون سولير باش البشره ديالها ما تسمرش ليها. بالنسبه للاستعمالات البنات اللي تنهضر لكم عليهم راه مجربين، الحفاضه البنات اللي هضروا على الكزيما وسولتهم فريمون لقيتو على نتيجه. بالنسبه لتفتيح المناطق مش تبييض انا كنسينيالي البنات حيت حد الان باقي ما كاين حتى شي كريم اللي تيكون مبيض. هاد سودو كريم حد الان حتى شي دراسه ما دارت عليه بانه تبيض، ولكن تيفتح. انا تندوي على تجربتي الشخصيه تيفتح المناطق اللي كتكون سمراء او داكنه. الكزيما البنات اللي عندهم مشكل ديال الكزيما حتى هو يصلح ليهم، وكذلك الحب شباب تحطها على الحبه
وبالنسبة لترطيب البشرة سورتو البشرة الجافة البشرة الدهنية ما تنصحش به بصفة نهائية ولترطيب القدمين هادو استعمالات مجربة تنظن في المغرب كاين ولكن تتباع بواحد الثمن اللي هو غالي كنقدر نقول لكم هذه فيها 250 غرام شفتها في فيسبوك وحده كتبيعها ب 300 درهم مغربيه صراحه الثمن ديالها غالي في المغرب ما عرفتش علاش تدري لها 300 درهم هي صراحه زوينه وما كتبقاش وكلشي ما كيتخطاش في دارو ولكن 300 درهم كتجيني غاليه بالنسبه لهذه في الثمن بالامارات 250 غرام تدير تقريبا 39 درهم او 38 درهم اماراتيه الا جينا نحسبوها نقولوا حنا 90 درهم او 100 درهم مغربيه مثلا بالدرهم على حسب الدرهم 100 درهم مغربيه يعني 250 300 درهم يعني نقولوا حنا نحيدوا الشحن ونحيدوا بزاف د الحوايج يعني واخا هذا اللي كا غادي تكون غاليه شويه على الثمن العادي ديالها كاينه صغر منها كدير 26 درهم وكاينه اصغر منها اللي حجم صغير يعني سموس هكا سمول كيكون صغير بزاف تدير تقريبا شي 10 دراهم ولا 12 درهم كما قلت لكم البنات اللي لقاها وعنده عائلته في برا ياخذها وعينو مسدودين وسورتو اللي عنده دري صغار الحفاضات شي حاجه غزاله 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 بزاف غادي تشكروني عليها وبالنسبه اللي انا ما كرهتش صراحه كون ما كانش عندي الحجر وما كانش عندنا مشكل ديال كوفيد 19 هنا في الدوله في العالم اكمله كنت غندير معكم مسابقه فيها لي بروديكت هنا من الخليج نقدر نصيفطهم لكم شحنهم لكم او نقدر نزرهم لكم فاش كون مسافره فاش كون جايه ان شاء الله المغرب ولكن في هذه الفتره ما لقيتش كي غادي ندير لهاد المسابقه وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني تفوت هاد الازمه وان شاء الله ندير لكم مسابقه ونفرحكم بهدايا اللي هي زوينه بزاف شحال واحد محتاجها وكل واحد وظروفه حتى انا فرحت علي ندير لكم هاد المسابقه وبطبيعه الحال بمالي الخاص يعني انا غادي نشريهم لكم عن كل حب باش نفرح المتتبعات اللي غيفرحوني باللايكات ديالهم وبالاشتراكات ديالهم في القناة ديالي نتمنى ان شاء الله قناتي تعجبكم والفيديو ديال اليوم كذلك يعجبكم الى عجبكم لا فيديو متبخلوش عليا بلي لايك البنات لي لايك لي لايك لي لايك وخليوا لي لي كومونتير باش تفرحوني واللي باقي ما شاركش في القناة ديالي يمكن لي يشارك بالضغط على السابوني نتوما عارفين هادشي كامل بالضغط على ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد بلينا كنحشموا نقولوا هاد الهضره الوغ تنخلي الراي المتتبع او المتتبعه ديالي الى عجبكم الفيديو مرحبا والف مرحبا خليوا لي كومونتير وشاركوا عندي فرحوني واللي ما عجبوش يعني عنده حريه شخصيه يمكن يعمل ديسلايك عادي ويخلي لي كومونتير كيف ما بغى يكون على الراس في العين تنضرب لكم موعد على فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعايه الله وللفيديو القادم ان شاء الله وشكرا.